فلان كتب وحان غير وهاي وقال ما هذا علينا يا سيدة حرمتنا إيوه إلى جيرك له يعني يقول سوى بيسان مياردينا سجار أهو حنوه مهمة يا مدحنا إيه طيارة في الفرعون أوروكا صومالي أمريكان بوليتيكال أكشن كوميتي سابق ونحن نقول أن هذا المشروع الذي يجب أن يكون في المنطقة في المنطقة في المنطقة في المنطقة كان لحدنا وقع لتان سما فلكا يدل على لغة سما تبحنا يو بدكينا تبالي سن وعن غير أحاية وكدير سيدي وعن يكون هم بلينا يا سيدا عاد نلول إيا فرصدا وعبورتين قبلكا إيا سامين إيا ميسان عروس وقود أحلي ديهين فيرا هايو يقود أهان تلك مرايتين إن المولان معنى له هي مستقبل إفايا كده عبورتان دل آدم كبران واتسول دلوتي كتين وحي وحبد انك الشيء إساء كرتدينا إيهو الكرن مدين وحي سيدو كالسور السحة نقصير إساء sida ay u xidhiidhisatay dowladnimada dalkan oo heeradooda iyo shuruucdoodu dowladdani ay u horseeday inay noqoto dalka ugu fursada badan fursadaha badan dunida uguna dhaqaalaha badan badan caalamka waa tusaale cad oo ina tusaya sida ay dadka soomaaliyeed u indha furan yihiin u dagaal badan yihiin ويقول بكران عقبالها كور جدن وغانا من ربالي كران فرصدها هوري يالا انتي آن جولي مرايكنكا وحانو كور جلالي نوشا دتك الصومالية ادل في فلقن وعن عجل سدي عرشي آن هوري وغبي هوري نو آمين سناء وحايد ان دتك الصومالية اللي يين كرتي في الفرعوني يهلابوه إن يدح مغن كلام بشيء كعالم كم هدي أي هران نظام دولي أو سورة جريئة إن الهميان بيوم الكورة سيدة عبد الله سعطان ولا ريال صدن إي أفر سرقة دي بربركي دولي دولي الصومالية يوم الدور مع قرن آخر لغي جوغو يقلل كي جمهورية دي سدحات اي صوماليا دل كانو وحووري كو جرا حارد عكيران ومن نمضة امد دينو باو عانتهاي دل كنا بايلا اوية هاي دمع شيشاية واي تسالة نور اتهاي دولان كقاوان اي توبية كسو قادي بد صوماليا ربع قرن كذب يقلل كي جمهورية دي سدحادة صومالية دي لدينا بأننا وحان آمين سنة هاي إنا ينافيسي وآي الله أنا قادر على هاي لكن سياسة دي جامري وعاقبت قوة بسدة يطيينتا هي ذا دولك ورشد ضدك كرانك أقومتا إي أمانة له سوقد أمي كرانك كل عينتا بغالة عدلك حقي لكن كاس أياه رسالي إن يدك يا مكد إعلان فيها أن كجرنو بل يرسو ماليات أو وحقلع وكيف وستي دول النمدى بلكنا أيو تهريبان يورو كندا إيا أمريكا هل كمانان غويس غويسس بدنا أي كسي غلغوليان كينيا مصر يا تركيا iyagoo baadi goobaya nolol u dhaanta tan ka taagan dalkooda hooyo
وحاسد مدن صدن سنة كهر ذلك الرواندو وحراها ودن فخرة كجلة دقال سكية وحين بقول معلومات قدوه دقال قبيل لسيقى الدليان دات كدو هل مليون أوقف صدن سنة كدب رواندا وحي كالما هورا وجرتا دلالك اغن نبدون اغن هورا مرسان افريكا جنوبنا اي كتر تنتو اني مالقش هي عادة سيدة عدل سعطان مروال با او دلالك مرايكن كو دورشي جلية سيدة حد دورشي اغن جرتان هورا مرنتا بغالو وحو كالما هورا وجرا ارمها منان تلا الغو ترتمو مرحنا وحلو كل دورتا عرقتي دور السياسة دو سياسة دين يسيدا اي وحوه قبن كران عرما بكالها اي كم ديين سعر بركة شقع بوركة وشاراتك عشورة قريينتا وايا بكالو وحو قنبكو يهي نواشا دلكا ايو هرمركة دتكا دول بكونا هذا ما يشان غرق هذا بدن هديوتان هدي عن عبر بردقنا ذلك يعني سوماليا وحصصار كده قالة إمام ده أنتاجنا هاي جي دي بي بير كابيتا وتدوب بقول تدوار تليشان دولار كلية تاسو كلية كبرك العلف كا دولار كسب سحارة نفسه وأحكوا ليشان بقول دولار dalka iyo dowladdeena waxay wajahaysaa caqabado badan oo maaliyadeed dakhliga gudaha waxa uu 3% kaliya ka yahay GDP guud ee dalka halka dakhliga canshuuraha uu GDP gaana ka yahay kaliya 2.5% taasoo aad u hooseysa alciska afrika oo ah بقول كيبا له طبعاً. هدي عندنا على كاركي استعجمه. صباري واحد شن جاركو انتاي قبل كان هدى عن دليل جوجو اي اوهايو. هالك جي دي بي دي اوهايو وبقول يلابا جارك بني هاي جي دي بي دي دلتا سوين اي صومان. دليل اوهايو مرتاي. وحي مشاريع مالقشي organasi kefulisa dalalka soo karay oo dhan si uu xaqiijiyaan isku filnaasho dhaqaale tusaale kale haddii aan soo qaadanno 2010 ilaa 2023 sagaal ka mid ah hay'adaha ka shaqeeya maaliyadda horumarinta dhaqaalaha ayaa 2718 mashruuc oo maalgashi ganacsi ka hirgeliyay qaaradda Afrika مدرس مالجرين تدبات الإيكو دبع سدير بليون أو دولار أي اللو قنديري دول كسب سحارة أفريكا كوفر أفريكا نيجيريا كينيا أي مالجرين تاسكي هلي كدوات بقول كي بكنتم ما دام الإعلان أفرتني تدبو sababtoo ah waxay ku diyaarsan yihiin ka faa'iideysiga fursadaha maalgashi ee ay fuliyaan hay'adaha maaliyadda caalamiga ah ee bangiga adduunka IFC bangiga horumarinta afrika hay'adda horumarinta maaliyadda ee maraykanka tan ingiriiska tan jarmalka tan netherland tan norway tan finland iyo tan faransiiska waxay maalgashada afrika si ay ugu ganacsadaan سنقول لك نحصله وانا ضد ديار الطاي نقول لك نحصل كرو بقالة هاس تدوات إلا بد بليون كبرا سنتح يتمن كي سنة إلا سواد عفين لقلية أفريكا لا سحارة كوه سيسا سب سحارة أفريكا وحلو ما القلية كابياشا بقالة دران كاس أغنية نبدأ سنتح يتمن كسنة صوب Soomaaliya waxa dhaqaalahaas uga soo aaday 10 milyan oo dollar oo kaliya oo maalgelintaas ka ah ever 4.5 boqolkiiba
waxay aad ugu hooseysaa maalgashiga ay heleen wadamada bariga afrika kenya keliya waxaa lagu maalgeliyey ku dhawaad 7 bilyan oo dollar ethiopia waxaa lagu maalgeliyey ku dhawaad 2 bilyan oo dollar maadaama lagu maalgeliyey 1.7 billion dollars ugandana waxaa lagu maalgeliyey in ku dhow 1.4 billion dollars waxaa xusid mudan in hay-adahaasi ay mar walba diyaar u yihiin inay afrika ka ganacsadaan hay-adda bangiga adduunka ee iska leedahay ee la yihaahdo IFC da Kenya ayaa 2024 waa hal sano keliya rabtaa inay ku maalgashato wadamadaas aan idiin sheegay 10 bilyan oo dollar waxaa nasiib dara in soomaaliya oo ah dal kheyraadkiisu daan yahay oo leh kheyraad dabiici ah aanan ka faa'iidaysan karin fursadan dabiiciga ah waxaa nala ka rabaa haddaba haddii aan soomaali nahay inaan isweydiino waa maxay sababta aan uga faa'iidaysan lahayn maxaa naga hortaagan inaan ka faa'iidaysanno wax soo saarka dalkeenna kordhinno ganacsigeenna duniduna ay noo timaado siday noola ganacsato waxaa la yidhi ciyaaya ayaa loo ciidamiyaa waxaa maalgashigaas ama maalgelinadaas xoogan naga hortaagan amnigeenna oo aan weli laysku halayn karin siyaasadda dalka waan xasilnayn hay-adaheenna dowliga ah oo aan sal adag ku fadhin garsoorka dalka oo aan madax bannaanayn shuruucdii dhowri lahayd maalgashiga oo aan jirin iyo musuqmaasuq baahsan oo curyaamiyey dowladnimadeenna rubac qarni kadib yagleelkii jamhuuriyaddii saddexaad ee soomaaliya waxaan aaminsanahay haddii aan soomaali nahay inaan ku khasbannahay inaan bedelno habdhaqanka siyaasadeed si aan wax uga bedelno nolosha dadkeenna dalkii faqri ahna waxba kama bedeli karo nolosha dadkiisa iyo tan dalka oo dhanba sidaas daraaddeed waxaan aaminsanahay haddii ay soomaali ka go'an tahay inaan hormarinno dhaqaalaheenna waxaan ku khasbannahay inaan dalka ka hirgelinno siyaasad xasiloon dhaqan gelinnaa dimuqraadiyad iyo siyaasad loo dhan yahay fursad siinnaa isfahamka iyo wadahadalka sidu wadajir ahna uga shaqaynaa ciribtirka khawaarijta baabiisay ummadda soomaaliya waxaan aaminsanahay haddii ay naga go'an tahay inaan horumarinno dhaqaalaheenna waa inaan tayaynaa hay-adaheenna dhaqaalaha si aan dunida ula macaamili karno waa inaan dhisno hay-ado u shaqeeya ummadda soomaaliyeed si aan u helno hay-adahaas waa inaan xulannaa dadka soomaaliyeed ee ugu kartida aqoonta iyo ammaanada badan bulshadeena wiilal iyo gabdhaba hirgelinaa garsoor madax bannaan xaqiijinaa sareynta sharciga dhaqan gelinaa shuruuc dhiirigelinaysa in dunidu noo timaado ina maalgashato dammaanad qaadnaa ilaalinta hantida iyo xuquuqda lahaanshiyaha sidoo kalena fududaynaa xallinta khilaafaadka ka iman kara maalgashiga dunida nooga imaanayo haddii ay naga go'an tahay inaan horumarino dhaqaalaha dalkeenna si aan bulshadeenna wax u tarno waa inaan si wada jir ah ugu istaagnaa la dagaalanka iyo dabarjarka musuqmaasuqa hay-adaheenna dowliga ah hay-ad walba oo dowladdu leedahana ka dhaqan gelinaa daahfurnaan iyo isla xisaabtan dhaba haddii ay naga go'an tahay inaan horumarino dhaqaalaheenna waa inaan ahmiyad siinaa dhisidda kaabayaasha dhaqaalaha dalka ka shaqaynaa shaqo abuurka dhallinyarada soomaaliyeed iyo kubcinta ganacsiga yaryar taageernaa iskaashiga ganacsatada iyo dowladda
ganacsatada dalka iyo dunidana ku dhiirigelinaa inay maalgashadaan kaabayaasha dhaqaalaha dalka sida tamarta, warshadaha iyo wax soo saarka beeraha, xoolaha iyo kalluumeysiga si daah furan ammaanana ku jirto uga shaqaynaa kamir dhalinta khayraadka dabiiciga ah ee ummadda Soomaaliyeed ay wada leedahay. markii ay burburtay dowladnimadii Soomaaliya, waxaan ku baxsannay oo samatabixiyey dalkeenna iyo dadkeenna kaalin hoggaamireedna ka qaatay ganacsatada Soomaaliyeed oo hirgeliyey ganacsi kalsooni iyo is-aaminaad ku dhisan. waxayna kartidooda iyo howlkarnimadooda uga soo gudbeen caqabado tiro badan. caqabadahaas tirada badan oo 30 sano ay nasoo dhaafiyeen waxayna keeneen maanta meel aan dunida la macaamili karno. dunida casriga oo Maraykanku uu ka mid yahay mashiinka dhaqaajiya kobcinta dhaqaalaha waa ganacsato heshay dowlad fahamsan duruuftooda, taageerta hal-abuurkooda, una fududaysa inay si fudud u ganacsadaan. waa inaan dhiirigelinaa oo garab iyo gaashaan u noqonaa ganacsiyada Soomaaliyeed, xoojinaa kalsoonida ay dunidu ku qabto ganacsatadeena, isuna furnaa ganacsatada Soomaaliyeed iyo hay-adaha maaliyadda adduunka. taas macnaheedu waxay tahay marka ay ganacsatada Soomaaliyeed guulaysato, waxaa kobcaya dhaqaalaha dalka, waxaa yaraanaya faqriga iyo sicir bararka, waxaana kordhaya shaqo abuurka. dowladda Soomaaliyeedna waxay helaysaa canshuur shacabka loogu adeegi karo haddii si hufan oo ammaano leh loo maareeyo. dadka Soomaaliyeedu meel walba oo aan joogno waxaan wada qirsannahay in tii hul nagu daba dheeraaday, waxaana dhibbanayaal kulligeen u wada nahay xaaladda cakiran ee maanta dalkeennu ku jiro. waa aragnay in jidkii aan ku soo xiiqnay welina ku joogno aan lagu gaarin dowladnimo taabagal iyo horumar lagu dirsado leh. sidaas daraaddeed waxaan dhammaanteen shacab iyo dowlad, rag iyo dumar, caruur iyo ciroole, daljoog iyo qurbajoogba ku khasbannahay inaan isku samayno dib u eegis. waa inaan isku samaynaa dib u eegis iyo qiimeyn dhab ah, waxna ka barannaa sooyaalkeenna iyo khaladaadkeennii hore, dibna u heshiisiinaa bulshadeenna ku kala irdhowday dagaaladii sokeeye. waxaan aaminsanahay in tirada dadkii aan iska dilnay 30 sano ee lasoo dhaafay aysan dhammayn halkii milyan ee shacabka Ruwanda isaga xasuuqeen 100 maalmood. waa inaan wax ka barannaa sida ay reer Ruwanda uga heshiiyeen dagaalkii sokeeye, uguna heshiiyeen inay xalaydhalay ka noqdaan wixii soo kala gaaray. waana wax ka barannaa siday u go'aansadeen inaysan dib ugu laaban oo ay hore ugu socdaan jidka nabadda iyo horumarka. waxaan soo jeedinayaa haddii aan Soomaali nahay inaan bedelnaa habdhaqanka siyaasadeed iyo habfikirka bulsho ee ummadda Soomaaliyeed. waa inaan qabyaaladda ku bedelnaa Soomaalinimo, musuqmaasuqa ku bedelnaa ammaano, tafaraaruqa ku bedelnaa midnimo, kalitilisnimada ku bedelnaa wadatashi, xifaaltanka ku bedelnaa iskaashi, fadhi ku dirirka ku bedelnaa hawl iyo waxqabad. halbeegga hadalkana ku bedelnaa itus oo itaabsi,
لا تهين كبدنا محاطة غانا جعمو ويجري يحكو قويا سجار أهو حنرير وهايو إذن كبو باقيا إلا سحوجيسان ويجير كيني يمنيني يسوكا شتان سماها يورو مركا يسوفرتان قلبيين وقول يدير كيف سنو غطان وعن يكون باقي يائنا تسومال النمو يهرمو دون غطان بدن قلمت سومال النمو دانا إذنكو أبمد سومالي دوه الرئيسان وعن سوق هذا ما كل يوم حديث كي نبيا نبت قلية عادة و سيدا اي مؤمنين تسجع ليهين يسوغن حريستان يسوغن دبريان كنت ساليه شرك سيدي جيرك بن آدمك وعدي حوين كميده بكوتو وجيرك ودبي لديك سنة يو حنونك كندغا يا دفر كبا وحنسي الزلاد ديت إذن كنت نريد جميليا إذن كونا باقيا نرسي لك الجبارتان سيداد عقلينا علمينا يعددينا وقيم غادتان خرمر كدل كينا يسمى تبحنتا بد كينا وعن عدكيغا كبيرينا يا واربعينتا او نلو راقي ورالكي صوفة والقن قسو جيدي اكو سابسن بربر كباحسن اكو دعاي بندوين كبار دارة لوق اي بردوغو كاس او ساميين نوشا اسو صعدك بغالها اي هرمارين هرمارك ديان كاس وعنكو حما هاي ودارين كلاق غيبسان اي شعب كسوماليين ديان كاس كو جهية دروفادك وحانا ملاحظة دولدة قناستة الصوماليات هي لها هرمارينتا كشغيات ضدك دولك الصوماليات يدمان شعبك الصوماليات وباقيا إني كتب غاتان سيلو قلم لها ضدك أسوال عليها دبنا الله ودبنا بسرعة بندين كاس سي وحلوغة بدلن نوشة شعب كديان نداس كتب علي سي أنيو كم هاد علينا يا سيدا شرفتا يا كرامتا له أو اللي إيسو دوي وعن كسور بنارده يا دحتالك مانصدي والله أنا حريستي أبوان يوسف آدم حسين الله عليه نقول الدر دارمي وكو أدريد إنا نسكاشنو وقعما يستقصنو وكين يري شعب يهو ناكسري ودنهي يرو ماضو ونجير بي لبد عمود وحكو قبل كرانة انسويشن نوار على يال انسويشن نوار على يال انسويشن نوار على يال مرجلة وما تنجي من عيو الله المبركي